الدعم راه كيتدفع لي، راه عديد ديال لي كونطرا كتسينيهم، عديد ديال المسا، ماشي غير كتجي. الدعم هذا راه ماشي عطاو لك هاد الفلوس هذه باش عطاوها لك زعما بحال كوفيد او داروا قالوا لك راه هذا احسان من عندنا. لا، وزارة الثقافة مشكور عليها، عطاتنا هاد الدعم باش نخدموا الناس، وهادشي اللي درنا. ولكن الكونترا ديالي مع وزارة الثقافة غادي نديرها، وغادي نخدم بهاد المال ديالنا الخاص، ما عندناش وما خصناش، وغادي نديرها ان شاء الله. راه هاد الجائحة اللي كاينة ديال كورونا بوتيتر هي اللي دارت هاد المسألة هادي. الدعم راه 12 من 2008 هو كيتعطاه جوج خطرات في العام، ولكن غادي يكون الحال ان شاء الله. لا، باش نوصل لهذه المساله هذا، باش ما حد هذا كثرات عليها الهضره وداك الشيء، باش نقول لهم بان هذه العقود غادي نديرها بالمال ديالي الخاص، ما عندناش وما خصناش، وغادي ندبر 30 عام وانا كنخدم 30 عام وانا كندير بالمال ديالي الخاص. دونك ما غاديش تجي تغلبني هذه المساله هذه، باغي نبقى نديرها. والحمد لله كما كنعرفوا راه عام ما خدمناش. ملي جات انا عندي واحد المساله كنامن بها، هو دعم الجمهور هو الاول عندي انا. دعم الجمهور، ملي ما كيرضى عليك الجمهور هو المهم عندي. ملي امرنا بنديروا هذه المساله هذه، قلت ان دعم الجمهور هو اول حاجه عندي في المسيره ديال سعيد مسكر. شكرا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.